طب واحد بيشتمني اسامحه؟ طب ما هيزداد. لا، ما هو كملها بوصيه ثانيه، قال ايه؟ مش هو شتمك وغلط فيك؟ اه، اذا اخطا ليك اخوك اعمل ايه؟ اذهب اليه وايه؟ وعاتبه. طب عاتبه ليه؟ يقول عشان تربح اخوك. لما تعرفوا ان اللي عمله ده غلط، يوم بتربحه ازاي؟ بتربحه ان بتعمل له كنترول، فرمله، انه ما يتمداش في غلطه مع اي حد تاني غيرك. لان لو سبته من غير ما توبخه او تفهمه غلطه، هيتمادى في الغلط في الغلط في الغلط، وممكن واحد ما يستحملش يخبطه خبطه ولا بتاعه يروح فيها. فاهميه ان احنا نحب بعض، يبقى نخاف على بعض ونوجه بعض عشان خاطر الحب الحقيقي يستمر. الحب الحقيقي هو اللي عايزه الرب يسوع، بندي واحنا كسبانين. الانسان اللي قلبه بيحب بس ينام مرتاح البال، تصدقوني ينام مرتاح البال. اما اللي بيسيب في قلبه حقد او كراهيه او ضغينه او تحزب او غيظ او عدم رضا، ده ينام ما يقولوش نوم، ما يقولوش نوم. وفي الحاله دي الشاعر يقول: يا مسهر النوم في عيني. النوم يطير، يبقى سهران، النوم ما يجيلوش، لانه عايش بقلب مش نقي، عايش بقلب فيه حقد او فيه ضغين او فيه كراهيه. عشان كده احبائي ننقي قلبنا، مش عشان حد، لكن عشان حبيبي اللي عايز يدخلني لمجد لا ينتهي، وعشان ما اشوفش الموت الى الابد، واشوف المجد كله. ما لم تره عين، ما لم تسمع، ما لم يخطر على قلب بشر، ما عاد ورزن يحبونه. من ضمن وصايا ربنا يسوع لينا الاتضاع. الاتضاع، ودي في غايه الاهميه. بسماء بين السين، الاتضاع هي ام الفضائل كلها، يعني هي صمام الامان لكل الفضائل. يعني انا لو بحب الناس وبطلع العشور كلها للناس واكتر كمان، ومواظب على بيت ربنا وبصوم الصيامات كلها الى اخر كل ده، بحضر الاجتماع وبوقف كده زي ما انتم واقفين كده وتعبانين من الوقفه ومتحملين، الله يبارك لكم ويحافظ عليكم. لكن عندي كبرياء، الله يقدر، الله يقدر، عندي احساس بالذات ان انا احسن من غيري، يبقى ده هخش السماء؟ لا. ليه بقى؟ لان ربنا نفسه قال: يقاوم الله المستكبرين، اما المتواضعين فيعطيهم نعمه. فتواضعت احتد الله فيرفعكم في زمان الافتقار. الاتضاع المسيح على المجد قال لنا بالتعليم: تعلموا مني لاني وديع ومتواضع، فتجدوا ايه؟ راحه نفوسكم. طب نفذ دي، شفناها متضع؟ امتى؟ لما قعد على الارض وجاب التلاميذ وغسل رجليهم ونشفها كمان، دابوا، قالوا: طبعا انتوا عايزين تعرفوا انا عملت كده ليه؟ قالوا: طبعا. قال: ان كنت وانا المعلم والسيد كما تقولون، هذا حق، هذا حق ان انا المعلم والسيد، قعدت وغسلت رجليكم، هكذا افعلوا بعضكم نحو بعض. يعني عايزنا نغسل ايه؟ رجلين بعض، بس نتعامل بتواضع، ما نكبرش على بعض. بقى في واحد فينا لو مراته عيت، الله لا قدر، وبقى لها اسبوع، يجيب لها شويه ميه كده جنب السرير ويغسل لها رجلها؟ انت هتركبهم علينا يا ابونا؟ ما جاتش على غسيل القرب كمان. لكن احنا لما نعي الله لا قدر، نبقى عايزينهم يخدمونا بعينهم الاثنين. ده بتبقى الست احيانا تعبانه، تعبانه ويمكن واخده دور انفلونزا ولا دور برد ولا اي حاجه، وهي اللي بتقوم تعمل الاكل والطبيخ وتلم الدنيا وتوضب في الشقه، وجوزها ما فيهوش حاجه وقاعد على السرير كده، حاجات غريبه جدا. ده تواضع ده؟